مسألة قطر بشواطئها الجميلة ومسؤولية البيئية من عندنا تكون لازم تكون مسؤولية تشاركية للجميع سواء من أفراد أو مؤسسات أو شركات. وطبعا هذه الحملة يعني في نطاق الحملات والمبادرات المستمرة اللي تقوم فيها الوزارة أيضا بالتعاون مع المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني. وحقيقة أهم ما يميزها أنها هي غرس الوعي والتوعية والثقافة للمشاركين. وطبعا احنا هذه يعني برامج تطوعية ولكن أيضا هناك برامج مستمرة وروتينية من قبل الوزارة لتنظيف الشواطئ سنويا بحيث أن كل جميع الشواطئ في دولة قطر تقوم الإدارة المختصة على تنظيف هذه الشواطئ. هناك مجهودات كبيرة وإحنا صراحة مؤثر اقتصادي وجود ناس من مختلف الأعمار والجنسيات وطلبة ومقيمين ومواطنين شغالين اليوم على هذه الحملة. وهذا طبعا شيء يثلج الصدر وإن شاء الله أن يعني مستوى الوعي البيئي يرتفع إن شاء الله لدى الجميع إن شاء الله.